موزارت، مدرس مائي. نايل آلة قديمة جدا من أيام قدماء المصريين، آلة لذيذة. يمكن بعض الناس اللي بتيجي تتعلم أو بتسمع الآلة بتخاف، تقول لك ده عايزة نفس قوي، عايزة إن أنا أعرف أطلع صوت أو تطلع الصوت عليها صعب، ولكن هي كل حاجة بالتمرين وكل حاجة بالممارسة بتيجي، وتطليع الصوت فيها مش صعب. يمكن عايز بس شوية تركيز وشوية حوا حلوين كده من عندنا نطلع عليها صوت كويس.